موسم 1924 1925 كان موسم تاريخي للنادي الأهلي على مستوى كرة القدم. الأهلي فاز بكل البطولات اللي نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم. يوم 13 مارس 1925 فاز الأهلي على الاتحاد السكندري 4-1 في نهائي كأس السلطان حسين وفي 24 مارس 1924 فاز الاهلي على الاتحاد السكندري 3-0 في نهائي كاس مصر وفي 22 مايو 1925 حسم الاهلي بطوله دوري منطقه القاهره كانت اول مره يفوز فيها نادي بكل البطولات اللي بينظمها اتحاد الكره كاس السلطان حسين وكاس مصر ودوري منطقه القاهره. الانجاز ده محققوش اي فريق تاني غير النادي الاهلي. الاهلي قرر الانجاز ده مرتين كمان. موسم 1926 1927 وموسم 1930 1931. والجديد ان المسؤولين عن فريق الكره في النادي الاهلي دخلوا للمره الاولى عنصر جديد مع مدرب الفريق. وهو مدلك للعضلات. في الوقت ده كان مدرب الفريق بيعمل كل حاجه. كمان سنه 1925 ما كانش فيه قطاعات ناشئين ولا مسابقات للناشئين. فجت فكره في راس مسؤول النادي. مش معقول يكون لعيبه كره القدم بالنادي هم قام الفريق الاول بس في مواهب كتير ممكن تنضم للنادي طب ليه ما نعملش فريق تاني لكره القدم نضم له المواهب الاصغر سنا وفعلا الاهلي عمل فريق سماه الاهلي الابيض وبدا يشارك رسميا في بطوله دوري القاهره موسم 1925 1926 فريق الاهلي الابيض عمل نتائج رائعه وختم الموسم في المركز الرابع وكان من أبرز نتائجه الفوز على الترسانة واحد صفر والفوز على المختلط 2 واحد لكن كان من أبرز نتائج الفريق الأول للأهل في الموسم ده الفوز على المختلط في نوفمبر 1925 بنتيجة 6-0 وكانت المباراة في بطولة دوري منطقة القاهرة. أما بقى عن الحفلات ذكر تقرير الجمعية العمومية أن الحفل السنوي للنادي الأهلي بمناسبة عيد تأسيسه أقيم كالعادة في دار الأوبرا يوم الاثنين عشرين أبريل 1925 وأحياه الفنان جورج أبيض وفرقته اللي قدمت مسرحية صلاح الدين ومملكة أورشليم والفنان محمد عبد القدوس والفنان عبد الفتاح الأسري وظهر لأول مرة في حفلات الأهلي عازف الكمان الشهير الموسيقار سامي الشوى وعازف القانون محمد العقاد حفلات الأهل السنوية في الأوبرا كانت ملتقى فناني مصر وموسيقيها الكبار كانت حفلات مصر للحديث في مصر الأيام طويلة بعدها لكن عام 1925 شهد وقع مؤسفة جدا أحد أعضاء النادي الرياضيين أخطأ خطأ كبير في حق داود راتب بك سكرتير النادي واثنين من أعضاء النادي اللجنة التنفيذية للنادي قدمت شكوى ضده للجنة العليا ولأنه كان عضو رياضي كبير وشهير يعني قدوة للطلبة وصغار الأعضاء كان لازم يكون القرار حازم قرار حاسم ورادع للمخطئ ويكون عبرة لغيره لمنع تكرار الخطأ مين هو العضو ده؟